يقع شارع المكتبات في وسط مدينة أربيلا بالقرب من القلعة، حيث يعتبر هذا الشارع السوق الثقافي للمدينة، وتزدهر فيه تجارة الكتب بمختلف أنواعها ومجالاتها. والله بالنسبة أهمية الكتب، الكتب بها أهمية هواية، يعني ما يكمل هذا الأهمية، بس بالحقيقة هو الطلاب يحتاجون المصادر، لأنه هو يدرسون القسمات، يعني أكو واحد بالقسم بالتاريخ، واحد بالجغرافيا، واحد بالعلمي، ونحن عندنا مصادر ويحتاجون يكتبون ريبورتاجات، لو يكتبون فد مقالة، لو للمنهج يحتاجون يجون المكتبة، يعني يجون يشترون الكتب، لو يأخذون الكتب احتياطي، كتب عندها قيمة، يعني يغير المجتمع، يتطور المجتمع إذا يقرأها. في التجوال المستمر في هذا الشارع يلاقينا على اليسار واليمين الكتب المدرسية وأنواع المؤلفات والإصدارات، فهناك أنواع من الكتب المتنوعة تتيح للقارئ متعة القراءة والانجذاب إلى هذا الشارع العريق. متابعة الكتاب شغلة ضرورية اليومية للإنسان، لثقافة تقوية الثقافة. أنا متابع للأعمال الفنية، كتب التاريخ الفنية حسب الشغل ومنهج اللي أنا عندي، أتابع كتب الفنية الموسيقية وتاريخ الفن بشكل عام والسينما أكيد، وبقرأ بالكتابات الدينية كمان بعض الأوقات. إن الباعة أنفسهم متنوعون فيما بينهم، فهناك من امتهن بيع الكتب فقط، ويوجد المثقف القارئ الحصيف الذي أسهم في وجود هذا الشارع العريق. تشكل القراءة عنصر مهم في حياة الكثيرين من الناس، باعتبار تغذية العقل مطلوبة بالقراءة والكتابة وزيادة المعرفة. لقناة صلاح الدين الفضائية، سماء أحمد، أربيل.